من خلال تواجد الضبي وتهانينا لمحمد بن مبارك بن هديب الهشامي وتهانينا الى اهالي ميدان الرميل هناك بوادي بني خالد. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا الاشواط والتحديات والمنافسات لفئه الحقائق حيث تعلن انطلاقه الشوط الحادي عشر للقعدان الحقائق انطلقت الاسماء على ارضيه ميدان الوثبه عاصمه الميادين مباشرة مع المركز الأول ليتابع جميل أحمد بن مبارك بن مسلم المنصوري يقدم جميل بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات راهي هو القادم سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي قادم مع المركز الثاني بينما المركز الثالث أتابع الحزم قادم بشعار المفاجآت جابر بن صالح بن نصر العامري قادم بالحزم مع المركز الثالث بينما التسلل تابع مع المركز الرابع قادم شاهين مطر بن محمد بن دحروي العامري يحتل المركز الرابع وخامسا تابع القدوم والحضور تابع هملول حمد أحمد بن حمد بن سعيد الغفيلي قادم في هذه اللحظات مع المركز الخامس هكذا هي النتيجة للخمس النجوم الكبار العمالقة ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى شاهين بن دحروي العامري من يحتل الصدارة مطر بن محمد بن دحروي العامري بالكيلة قادم مع المركز الثاني ليقدم لنا انطلاقة بطاش محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري وايضا القدوم وتابع مشغل عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري قادم في هذه اللحظات بدأت المعركة بدأ الصراع ما بين الكبار ما بين العمالقة ولكن بن دحروي مع الصدارة الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير يا كبار يا عمالقة مين اللي تسلل وتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق وهذا التحدي وتابع الشعار المنطلق في هذه اللحظات المحية راشد بن محسن بن علي بن طيثاب انديله الله وصل بالنديلة في هذه اللحظات وايضا بن دحروي قادم في هذه اللحظات وايضا الوصول يا هي معركة ما بين العمالقة ما بين الكبار ولكن الفوز وين الفوز وين الفوز وين بن دحروي بن نديلة وايضا القادم هملول الحاضر في هذه اللحظات مشغل وعبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري بن نديلة صوت ابو بطانه ما حركه ولكن مشغل لا والله الا اشغلهم مشغل عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري ولكن بن نديله طار مع المحيه ما شاء الله عليه يا بوي الله يسعدها المحيه بالفعل راشد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديله المركز الثاني اتى مشغل عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري المركز الثالث وصل مع المركز الثالث متابعنا الكرام عزام احمد بن سيف بن سهيل بن احمد الدرعي المركز الرابع وصل مع المركز الرابع شاهين مطر بن محمد بن دحروي العامري وخامسا
التوقيت الزمني ولحظة وصول متابعينا 4:19 سبعة أجزاء من الثانية. المحية تهانينا لراشد بن محسن بن علي بن طيثا بن ديلة، بينما اللي احتل المركز الثاني المركز الثاني كان مشغل 4:21 تسعة أجزاء من الثانية كان مشغل عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري، وثالثا المركز الثالث كان عزام أحمد بن سيف بن سهيل بن حميد الدرع 4:22 جزئين من الثانية. المركز الرابع كان شاهين مطر بن محمد بن دحروي العامري 4:22 تسعة أجزاء من الثانية، بينما اللي احتل المركز الخامس الطليلي راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري 4:23 جزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.